هل تأكل الأسود الثعابين؟ لا تأكل الأسود الثعابين، فعلى الرغم من أن الأسد قد يكون لديه القدرة على قتل الثعبان، إلا أنه لا يستحق وقته، لأن الثعبان صغير جدا. يتكون النظام الغذائي للأسد في الغالب من الثدييات. الحيوانات المفترسة هي الحيوانات التي تتخذ مطاردة الحيوانات الأخرى وأسرها وقتلها أسلوب للحصول على غذائها. إنها حيوانات برية تستخدم حواسها الفطرية والمكتسبة لترشدها إلى فرائسها، والافتراس هو تفاعل بيولوجي بين الكائنات، حيث يقوم المفترس بالاقتياد على كائن حي آخر أو على عدد من الكائنات الأخرى التي تدعى بالفريسة. تتكيف حواس الحيوانات المفترسة لتسهيل سلوك الصيد، فتظهر سمات مثل الأسنان الحادة ومخالب التي تعزز قدرتها على اصطياد الفرائس. وتمتلك هذه الحيوانات أيضا أعضاء حسية حادة للغاية تساعدها للعثور على فريسة محتملة. هل تحارب الأسود الأفاعي؟ نعم، يفعلون ذلك. هناك تسجيل لهذه الحادثة حيث تجمعت لبوتان ضد ثعبان. حاول الثعبان مهاجمة لبوة وحصل عليها، وبعد ذلك جاءت لبوات أخرى للإنقاذ. في النهاية قتلت كلتا اللبوتين الثعبان وأكلتها. حادثة كهذه نادرة الحدث. لا تصطاد الأسود الثعابين في البرية بشكل خاص. من ناحية أخرى فإن الثعابين تأكل القطط الصغيرة. هل تبغي الأسود الأفاعي بعيدة؟ على الرغم من أن الأسود لا تأكل الثعابين، إلا أنها لا تزال لا تدرك أن الثعابين تشكل تهديدا لها، وقد تهاجم أي ثعبان تقترب منها، وبهذه الطريقة قد يخيف الأسد أي ثعبان يقترب من المنطقة. الأسود حيوانات آكلة اللحوم. على وجه التحديد هم آكلة اللحوم العامة. إنهم في قمة الحيوانات المفترسة والأنواع الأساسيين في بيئتهم. تحتل الثدييات المفترسة مرتبة عالية في قياس الذكاء بين الثدييات، ويعد حجم أدمغتها كبير بالنسبة إلى جسمها. إنه مؤشر على قوتها العقلية المتفوقة. كما تميل الثدييات المفترسة إلى إنشاء مواطن خاصة بها، غالبا ما تكون أراضي حصرية. كما تقوم هذه الثدييات بالدفاع عن أراضيها الخاصة ضد الحيوانات الأخرى. لدى الحيوانات المفترسة استراتيجيات مختلفة لمطاردة فرائسها، وإلا تنقض عليها وقتلها. يتم تحديد ذلك من خلال تركيبتها الجسمية وسرعتها وخفة حركتها وكيف تقتل أو تصيب فريستها. كما يلعب الموطن الذي يعيش فيه أيضا دورا في كيفية قيام المفترس بالصيد. تستغرق المطاردة كثيرا من الوقت والجهد للإصطياد، وتركز الحيوانات المفترسة التي تطارد على الأنواع التي توفر تغذية كافية لتعويض الطاقة المحروقة أثناء المطاردة. ستفوز الأسود في معركة ضد الأفعى. إنه بالضبط ما سيفعله في قتال واحد لواحد. تقدم عالم الحيوانات أفضل ما تريد رؤيته في مملكة الحيوانات. إذا كنت تريد مشاهدة أحدث المواجهات بين الحيوانات البرية، اشترك في القناة.